تمرين صباحي، الجهاز الفني اشتغل عليه ازاي، حضر اللعيبه ازاي للمباراه القادمه، هل كان في تقسيمه، هل كان في جاهزيه لعناصر اخرى، محمود متولي محتاجين نطمن عليه، علي معلول، كل ده بالكتير هيكون معانا طبعا مع زميل العزيز ادهم ندى مراسل لقناه النادي الاهلي واللي كان حاضر النهارده تدريب فريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا ادهم. برحب بيك زميلي محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. طمني بقى على حاله الفريق والاستعداد وحاله علي معلول، حاله محمود متولي، الرؤيه النهارده في التدريب، وكمان في جزئيه مهمه، اللعيبه اللي شاركت بالامس هل في منهم النهارده كان موجود في التقسيمه ولا الجهاز الفني اداهم راحه وكان في استشفاء في الجيم؟ دايما يا محمد في كل مران في النادي الاهلي بيحمل عنوان، والعنوان النهارده هو الالتزام والجديه ورسائل اطمئنان على المصابين يا محمد. الحقيقه يا محمد المران النهارده ابتدى بمحاضره من المدير الفني ريني بايلر، المدير الفني اكيد على اهميه الفتره القادمه وان المكسب امام حرس الحدود بيضع الفريق امام التزام تجاه الجمهور بضروره الاستمرار على ذلك وتحقيق العلامه الكامله، لا سيما ان الاهلي مقبل على مباراه هامه زي ما انت عارف، مباراه هامه جدا في الدوري امام الاسماعيلي. الحقيقه التمرين كان فيه قسمين، القسم الاول في التدريب هو تدريب خفيف للعناصر اللي شاركت في اللقاء، جري خفيف لشناوي وليد ازارو واجاي ومحمود وحيد اللي بطمن جماهير النادي الاهلي عليه بعد الكدمه اللي تعرض لها في مباراه حرس الحدود النهارده، في حاله بدنيه رائعه وفنيه الحقيقه وقفشه، وتدريبات بسيطه للكره يا دوبك لمس خفيف ومران قوي للعناصر اللي ما شاركتش في مباراه امس. ركز فيها فايلر على جزئيتين، الجزئيه الاولى هي ضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء، ودي اللي اتكلم فيها ريني فايلر في المؤتمر الصحفي أمس على أن التسديد كان حل من الحلول الضروري اللجوء إليها منذ بداية المباراة، بالإضافة إلى تدريب خاص للمهاجمين على استغلال الفرص المتاحة. الحقيقة ريني فايلر أكد على أن كم الفرص المتاحة لازم يتناسب مع حجم الأهداف في مرمى الخصم. الحقيقة في رسائل اطمئنان كتير على نجومنا محمود متولي اللي خاض مران قوي جدا النهارده، وكان في حديث جانبي ما بينه وما بين ريني فايلر وتشجيعه ان هو من الدعائم الاساسيه في الفرقه، بالاضافه لعلي معلول النهارده اللي خاض مران قوي وتدريبات بالكره، الحقيقه بطمن جماهير النادي الاهلي عليه. طيب كهربا النهارده كان موجود في المران الجماعي ولا هيكون بقى يدخل المران الجماعي بعد مباراه الاسماعيلي مباشره؟ لان في برنامج اكيد بدني خلال الفتره الحاليه. لا الحقيقه هو ما كانش موجود في مرانا النهارده، لكن اكيد متوقع باذن الله بعد مباراه الاسماعيلي نجم كبير زي محمود كهربا معول عليه في الفتره القادمه ان شاء الله هيكون في برنامج تدريب بدني وفني ليه مخصوص عشان يشارك ويبقى في الفورمه مع عناصر ونجوم النادي الاهلي. طيب حسام عاشور وياسر ابراهيم. حسام عاشور النهارده كان موجود في التمرين وخاض مران برضو قوي الحقيقه، وكان في حاله بدنيه رائعه بطمن جمهور النادي الاهلي عليه، مسمار خط الوسط طبعا كابتن الفريق. ياسر ابراهيم لسه في مجموعه من العلاجات والتاهيل ليه عشان يبقى في الفتره القادمه مع نجوم الدفاع، مع سعد سمير، مع رامي ربيعه، مع محمود متولي. طيب ادهم انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.